اختارت السفارة الصينية في سوريا مع ذكرى إطلاق مبادرة الحزام والطريق بالتزامن مع يوم الطفل العالمي توزيع 50 طرفا ذكيا ممنوحا من الشعب الصيني لأطفال سوريين من ذوي الاحتياجات الخاصة في جمعية خطوة الخيرية، وذلك بحضور كل من السفير الصيني في دمشق والسفير السوري في بكين. نعتقد أن هذه مساعدة هي تعتبر الموقف الصديق والعلاقة الجيدة بين الحكومة الصينية والحكومة السورية، كما نحن متعاطفين بالنسبة إلى الشعب الصيني، متعاطفين لمأساة الشعب السوري، وسوف نستمر ونواصل التعامل مع الجبهات المعنية في سوريا لتقديم المساعدة في كل المجالات. ما يميز هذا العمل الخيري أنه جاء بمبادرة من منظمات شعبية مانحة في جمهورية الصين الشعبية وبتسهيل وتنسيق بين سفارتي البلدين. التعاون مع خطوة جاء من قطاعات الأهلية والمدنية في الصين، يعني رجال أعمال ومواطنين عاديين صينيين هم الذين قدموا هذه المساعدات إلى خطوة. هذا أمر يثلج الصدر ويظهر لي العلاقة الدافئة والحميمة التي تربط الشعبين الصيني والسوري. لم تقتصر هذه المساعدات على الأطراف فقط، بل تم التبرع سابقا من قبل السفارة الصينية بمعمل لتصنيع الأطراف ومركز تدريب على المشي وآخر للمعالجة الفيزيائية وقسما للدعم النفسي. نظمنا زيارة أيضا لفريق من التقنيين والفنيين الصينيين أتوا إلى جمعية خطوة ورأوا الواقع وتحدثوا إلى هؤلاء الأطفال ودرسوا حالتهم بشكل كامل وذهبوا إلى الصين وصنعوا الأطراف هناك. يعني المشروع الذي تقوم به الجمعية من خلال تقديم الأطراف للأطفال وأي شريحة في المجتمع تضررت من هذه الحرب القذرة على سوريا. مرة أخرى تؤكد جمهورية الصين الشعبية التزامها مسؤولياتها الإنسانية تجاه الأمم والشعوب الصديقة، ما يعبر عن رؤيتها لمشروع الحزام والطريق الذي أطلقه الرئيس الصيني والذي يظهر ثقافة الصين في آلية التعامل مع مشاكل الآخرين. فمن حيث كان قطع هذه الأطراف على أيد غربية، كانت المساعدة في إعادتها بأياد صينية. يقول مثل صيني: علمني صيد السمك بدل أن تطعمني السمك. وهذا ما قامت به السفارة الصينية اليوم في سوريا عندما قدمت الأطراف الصناعية والأجهزة والآلات والخبراء لتركيب هذه الأطراف لعشرات الأطفال الذين يحتاجونها اليوم. لقناة CGTN العربية، يعرب خير بيك، دمشق.